الوزراء الجدد التوفيق بإذن الله في أداء مهامهم إن شاء الله في المرحلة المقبلة. خطة التي ستقدم للبرلمان القادم وأهم المهام التي تم البرنامج الحكومة تم إعداده إن شاء الله هنلقي البيان يوم الأحد القادم، وبإذن الله يتم استعراضه مع مجلس النواب بالتفصيل في اللجان بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفقنا بعد. أهم المهام اللي اتكلمت بيها، أهم المهام اللي كل يعني المهام واضحة. في طبعا بالنسبة لل هنتكلم على حاجتين، بالنسبة للمالية هناك طبعا عجز الموازنة، مهم جدا ان احنا نبدا نجد حلول ان شاء الله جذريه ليه في المرحله المقبله. طبعا بالنسبه للضرائب يجب ان احنا برضو ملف الضرائب يجب ان احنا ننهض بيه في ايضا، والجمارك محتاجين يعني تطوير شامل في هذه المنظومه. ده ليس معناه ان احنا يبقى ضرائب اضافيه، ولكن احنا بنحسن المنظومه عشان نحسن التحصيل باذن الله في المرحله المقبله. طبعا الاثار مع الطيران مع السياحه هم كلهم ثلاث وزارات متكامله بيكملوا بعض، وان شاء الله يكون في تنسيق كامل بيهم معاهم يعني ما بين الثلاث وزارات في المرحله المقبله. انا اعتقد انه الاداء في المرحله المقبله ان شاء الله هيبقى افضل باذن الله، واعتقد ان هم حطوا تصور كامل لعمليه التطوير. لازم نقول ان الصحه والتعليم تحديدا هما من الملفات الصعبه اللي تراكمت فيها المشاكل على فتره زمنيه طويله، وصعب ان احنا نحكم على انه يحدث تطور او يحدث تحسن في فتره وجيزه لا تتعدى 6 اشهر، لكن هم وضعوا تصور متكامل لعمليه التطوير، وان شاء الله خلال المرحله المقبله بعد ما نلقي بيان الحكومه ان شاء الله يبقى فيه بعد كده يعني نشهد تنفيذ لهذه البرامج ونشهد ان شاء الله عمليات التطوير. قطاع الاعمال العام، لان احنا محتاجين ان احنا نركز في قطاع الاعمال العام، ما نقدرش نسيب هذه الاصول لفتره زمنيه طويله دون ان تمتد ليها يد التطوير. عايزين نعمل تطوير، عايزين نعمل اعاده هيكله، وعايزين نشغل هذه المصانع مره اخرى بحيث انها يكون لها عائد ايجابي للموازنه العامه للدوله.